يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم، تحياتي ليكم. نبدا معاكم حلقه جديده السادسه بتوقيت الاهلي. خلينا الحقيقه نبتدي بالكلام على منتخب مصر ونقول انها نهايه مرحله بحلوها بمرها. كان نفسنا الحقيقه يمكن يعني زي ما بيقولوا كده يكون ختامها مسك، ولكن للاسف في تقديري ان المنتخب ما قدمش النهارده العرض المنتظر حتى رغم فوزه على الجابون في مباراه افترضنا فيها انه المنتخب يحاول يقدم لنا شخصيته، يحاول يعبر فيها عن امكانياته، خصوصا ان كل الظروف كانت مهيئه لده. نلعب على ارضنا مباراه ملهاش او ما فيهاش اي نوع من انواع الضغوط او التوترات، حسمت خلاص صداره المجموعه رايح للي جاي، وكان مفترض انها تكون فرصه كمان للتجهيز للي جاي بعد كده، وهو بالتاكيد كلنا متفقين ان هو صعب. لكن الحقيقه يمكن منتخب النهارده قدم عرض متوسط، مش بتكلم على السكور، مش بتكلم على النتيجه يعني، لكن بتكلم على الاداء، يعني بتكلم على الروح، بتكلم على الشخصيه اللي بيتهيألي انها ما كانتش واضحه. ومش هتكلم في الفنيات في بدايه الحلقه، يعني هسيب الفنيات لاهل الفنيات، تكتيكي بقى تكتيكي فني فني، يعني قولوا زي ما انتم عايزين. لكن الحقيقه انا بس عايز رسالتين، لو في حد سامعني قريب من مستر كارلوس كيروش يوصلهم له. كلام ملوش علاقه بادارته ولا مسؤوليته كمدير للجهاز الفني لمنتخب مصر، كلام ليه علاقه بينا احنا كجمهور كره في مصر. منتخب مصر بيفرح، قادر يفرح او يزعل 100 مليون. وحتى في بعض الماتشات اللي بنفوز بيها ورغم ان احنا ضمننا صداره المجموعه، مباراه النهارده اعتقد انها ما بسطتش كتير من المصريين. دي نمره واحد. نمره اتنين، واعتقد ان برضه كلنا لازم نبقى متفقين على ده، انه منتخب مصر مش هينفع في اللي جاي يكون حقل تجارب. يعني انا بتهيالي انه في الفتره اللي فاتت مستر كيروش جرب حاجات كتير جدا، جرب يضم ناس ويستبعد ناس، جرب طرق لعب، جرب لعيبه اغلبها لعبت في غير مراكزها. لكن في جميع الاحوال اللي جاي لا يحتمل باي شكل من الاشكال ان المنتخب يكون حقل تجارب. واعتقد انه منتخب مصر او قماشه منتخب مصر في كل مركز في واحد واثنين وثلاثه على اعلى مستوى، فاعتقد ان احنا مش محتاجين نخترع العجله، مش محتاجين نبتدي من اول السطر. احنا اعتقد عندنا منتخب ومشته كويسه جدا، ومحتاجه بصمه مستر كيروش في اللي جاي عشان نطلع افضل ما في القماشه دي. على كل الاحوال مبروك للمنتخب التاهل للمرحله الاخيره، وربنا يقدركم ويعينكم ويعيننا معاكم كمان على اللي جاي. ده فيما يتعلق بالمنتخب. طيب الاهلي، الاهلي طبعا عنده مباراه مهمه جدا مع المقاولين، وفي اللحظه اللي بكلم فيها حضراتكم النهارده بس، النهارده مش من النهارده وامبارح واول امبارح، النهارده بس نص فرقه الاهلي بره النادي الاهلي. طب ازاي؟ يعني لو بتعرف تعد عد معايا. كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، عمار، محمد محمود، اليو ديانج، اكرم توفيق، محمود وحيد، رامي ربيعه. هو الاهلي مش هيكمل الموسم ولا ايه؟ يعني الناس اللي بتكتب الاخبار دي بجد هدفها ايه؟ يعني ازاي ممكن حد يتخيل انه النادي الاهلي وهو لسه بيبتدي الموسم، احنا ما لعبناش غير خمس ماتشات، اثنين في بطوله افريقيا وثلاثه في الدوري العام، يطلع نص الفرقه بره. طب وبعدين؟ الكلام ده للجمهور، انا لا بكلم وسائل اعلام ولا بكلم اعلاميين ولا بكلم مصادر ولا بكلم اي حاجه ولا بكلم وكلاء لاعبين اللي حاطين الاهلي في كل جمله مفيده وغير مفيده. كل ما يدور وكل ما يثار عن موقف لعيبه النادي الاهلي لا اساس له من الصحة، والأهم أنه الرسالة دي توصل لجمهورنا.